نعم رأيي بطبيعة الحال، الجيش العربي السوري خاض أشرس المعارك وعنفها، عدد كبير من الهجمات، أكثر من 8 هجمات. هذا الهجوم الأخير لأطلال الجيش العربي السوري، والذي سيطرت من خلاله على كامل مخيم حندرات في الريف الشمالي. وهنا نتحدث عن مواجهة لواء نور الدين الزنكي، هؤلاء الإرهابيين الذين لاقوا مصرعهم على أيدي أطلال الجيش العربي السوري والسيطرة على مخيم حندرات، تشكل أهمية استراتيجية كبيرة كونه يشرف على أجزاء كبيرة من الأحياء الشرقية من مدينة حلب. إذن الجيش العربي السوري بعد وصوله على مخيم حندرات أصبح يسيطر ناريا على دوار الجندول ووصولا إلى معامل الإشقية في هذا المحور الممتد حتى منطقة بستان الباشا. العمليات التي أتت من قبل أطلال الجيش العربي السوري سبقها التغطية النارية المكثفة عبر سلاح الجو على معانقل الإرهابيين، وأيضا بالتوازي معها كان هنالك تغطية عبر سلاح المدفعية لتقوم قوات النخبة وتتقدم وتسيطر على هذا المخيم الذي له أهمية كبيرة. في البداية سيطرت وحدات الجيش العربي السوري على مقطع الشاهر ووصولا إلى المقالع، ومن بعدها أيضا نقاط المعامل في مخيم حندرات، ومن ثم التوجه إلى داخل هذا المخيم. نعم رأي وليد، يعني ضعنا في صورة المعارك التي حصلت وتمت السيطرة بعد إذن على هذا المخيم، يعني هل كانت المعارك شديدة قاسية؟ المسلحين أو الإرهابيون إلى أين اتجهوا بعد خسارتهم لهذا المخيم؟ نعم رأي في طبيعة الحال الإرهابيين لهم مفرا واحدا باتجاه الأحياء الشرقية. تحدثت لك بأن هنالك كان عمليات مكثفة البداية عبر سلاح الجو، عبر استهداف معاقل للإرهابيين ونقاط تمركزهم في هذا المخيم، ومن ثم كان هناك دخول للعربات الثقيلة من قبل أبطال الجيش العربي السوري والأسلحة الرشاشة التي بدأت بالتمهيد الناري لتقدم قوات النخبة في الجيش العربي السوري، قوات الجيش والحلفاء أيضا الذين قاموا بالسيطرة على هذا المخيم. مساحة كبيرة في هذا المخيم يعني تكمن كما ذكرت لك أهميته في إشرافه على عدد كبير من الأحياء الشرقية، وبالتالي إطباق الحصار بشكل أكبر على الأحياء الشرقية من مدينة حلب. وهذا ما جاء بعد البيان الذي يعني صرحت فيه غرفة عمليات فتح غرفة عمليات العسكرية في حلب يوم ما قبل أمس. وأيضا العمليات تأتي بالتوازي من قبل البوابة الجنوبية للأحياء الشرقية، أي من منطقة الراموسة باتجاه الشيخ سعيد، والاشتباكات أيضا هي على ذلك المحور. الرأي وليد، جغرافية المخيم، يعني هل لديك معلومات حول مساحته، وجود مدنيين داخله؟ هل لديك من معطيات حول هذه القضايا؟ نعم بطبيعة الحال رائف، المخيم هو كبير ولكن لن يتسنى لنا الحصول معلومات على مساحة هذا المخيم. المخيم كان يضم فيما قبل الأزمة هو مخيم للأخوة الفلسطينيين، وهذا المخيم الآن عندما قامت في التقدم بداخله قوات الجيش العربي السوري لن يكون بداخله ولا مدنيا، وهذا يعني ما أعطى الأريحية لتقدم أبطال الجيش العربي السوري والتوغل في عمق الإرهابيين واستهداف معاقلهم بكل أريحية. في وقت سابق شهد هذا المخيم مجزرة كبيرة بحق الطفل، كنا قد تحدثنا به في وقت سابق من قبل عناصر اللواء نور الدين الزنكي، والآن هذا المخيم عاد إلى حضن الوطن وعاد لقبضة وأشاوس أبطال الجيش العربي السوري الذين تقدموا وتابعوا هذا التقدم بكل قوة. وكما ذكرت لك التقدم أتى من 3 محاور، من الخاصرة الشرقية للمخيم والخاصرة الجنوبية منه. هذا التقدم أتى بعد حماية الخاصرة الجنوبية، وتتقدم القوات في الخاصرة الشرقية من هذا المخيم، وبالتالي محاصرة الإرهابيين. وهذا التقدم يأتي بالتزامن مع استهداف معقل الإرهابيين عبر سلاح الجو. هنا نتحدث بأن الأسلحة الثقيلة لعبت الدور الأكبر كون مساحة المخيم كبيرة رائف، عندما تم استهداف معاقل الإرهابيين أعطى أريحية أكبر لتقدم وحدات النخبة في الجيش العربي السوري، وبالتالي السيطرة على كامل هذا المخيم.